يقترب من كراسكو وكارلوس جانبي الفريق الشبابي إلى محاولة اللعبة باتجاه كراسكو. كراسكو مع الكرة ومحاولة كراسكو لكنها مقطوعة لتصل في صالح الرائد من الجهة اليمين، والكرة تصل إلى منطقة جزاء الرائد، ثم بعد ذلك لا خطورة على مر الرائد في الشوط الأول من المباراة. يشوف الإعادة مرة أخرى، الاحتكاك بالكرة بالنسبة للشبابيين من أجل الوصول إلى مرمى الرائد. الكرة اللعب في وسط الميدان عند مصعب الجوير، مصعب الجوير البحث عن الوصول إلى المحاولة باتجاه مصعب الجوير، مصعب الجوير ثم كرة اللعبة عرضية إلى محاولة. المحاولات تبقى بهذا الشكل، بهذا السيناريو المتكرر دائما يفضلون مصعب الجوير. حول اتجاه اللعبة من الجهة اليمين، انطلاق الآن، شوف كراسكو الآن غير اتجاهها. مصعب الجوير، مصعب الجوير يمر الكرة بالجهة اليسار. الشباب ما زال يجري بحثه عن الوصول لمنطقة الجزاء. أخذ الإذن لتنفيذ الكرة الثابتة، لم ينفذها سايز، الكرة ملعوبة لخارج أريم. موريرا كان في البحث عن كرة كراسكو الماضية، انطلاقة عبر الجهة اليسار. الشباب مع كرة، انطلاقة، وصول عند منطقة الجزاء، المحاولة للتسديد، كرة رائعة جدا من كراسكو، حاول بمجهود فردي هذا سايز، رومان سايز، ثم انطلاقة من الجهة اليسرى، المرور رائع، كراسكو مع الكرة، كراسكو يمرر كرة، شجاعة حتى الآن، الكثرة العددية لعناصر عن الاستفادة من الكرة الهوائية المرسلة إلى منطقة الجزاء. الشباب مع الكرة إلى انطلاقة ومحاولة لكنها مقطوعة، ونقلة واصلة طويلة بالأمام وصلت عند كراسكو، كراسكو يمرر كرة، لأن فريقه يعيش مشكلة وسط تراجع الرائد الدفاعي، لذلك دفع بثمن. رومان سايس بين نادر الشراري، المتغير الوحيد الآن أن نادر ليس ضمن هذا الثلاثي في شوط المباراة الثاني. الكرة اللعب من كراس في صالح عناصر الرائد، الضغط على حمل الكرة، يأخذ كرة كارلوس جونيور على الجهة اليمنى، يلعبها عرضية، هذه اللقطة والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب من جهة. الفرصة كانت من الممكن استغلالها بصورة أفضل من جانب كراسكو. توالي لصالح الشباب، الشباب عند ركلة ركنية مرسلة لمنطقة الجزاء. اللعبة في الجهة اليسار، تخلى مدرب الشباب عن فكرة اللعب بثلاث مدافعين بعد في صالح الشباب. اللعبة على الجهة اليسار باتجاه كراسكو، كراسكو إلى نقلة ومحاولة والتمريرة باتجاه كراسكو، يلعبها إلى حبيب ديالو، ركلة ركنية، تحركات وكرة ملعوبة للشباب. سعيود مع المحاولة لكنها مقطوعة، المحاولة تصل سايز، عادت الكرة من القحطاني، رائعة من القحطاني، يلعبها إلى كراسكو، كراسكو على الجهة. بعد ذلك الهجوم بهذا الشكل والانطلاقة بهذه الصورة بتمريرة للجوار، كرة اللعب على الجهة اليمين، حبيب ديالو يلعب كرة عرضية إلى كراسكو، ليس كراسكو في إبريل، الكرة من كراسكو، حبيب ديالو، الكرة في صالح الشباب، التمريرة لعبت على الجهة، سيقطع الطريق، رومان ساس يعطي كرة لكراسكو، كراسكو انطلق، كراسكو مع الكرة، انطلق كراسكو والتسديدة إلى المرمى. كراسكو ما أن يستيقظ الشباب إلا وتستيقظ.